الجزائر بكية، الجزائر حائرة، الجزائر مغبونة، الجزائر مظلومة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وش دوري أنا كابن شهيد؟ وش دوري أنا كأخ شهيد؟ وش دوري أنا اللي ننتسب العائلة فيها 9 شهداء؟ كاين اللي عندهم القبور، كاين اللي ما عندهمش القبور، وش دوري؟ لما ألقاهم غدا في الدائمة، ولما أغادر الثانية وألتقي بهم إن شاء الله، إن أراد لي ربي خيرا وأسكنني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كيف نجاوبهم؟ نقول لهم الجزائر تحترق وأنا باقي راقد في الدار نشخر؟ لا، أخاطبكم عن المستقبل، مستقبلكم، مستقبل الجزائر. أنا ماني طالب حتى شيء لنفسي، ماني باغي لا قصور ولا أموال. هذا منصورة وهنا معكم، وهذا توت زنتوت محمد، الله يشفيه الله يشفيه الله يشفيه. هذو ما درتش معاهم شركة باش نقسموا الأرض تاع ميلا، نقسموها ببعضنا. أنا مانيش راح نوزع الأرض نتاع الأبيض سيد الشيخ والبيض نوديها يا فلان وفلان. الشعب حيثما موجود يدي أرضه ويكسبها ويكتبها.